لو نشوف الديليت روتين، ديليت اللي هي فور ديليت ذا فيرست اوكيرنس ان ذا ليست، وي فايند بي ويتش از ذا سيل بوينتر تو ذا وان كونتينينج اكس فيا فايند بريفيس. بدنا نعمل عندنا هون، نتخيل عندنا هاي لينكد ليست، موجود عندنا اللينكد ليست هاي الوان تتكون من النودز اللي هم فيها 10، في عندنا 20، في عندنا 30، في عندنا 40. لو نتخيل عندنا هون بدنا نعمل كول اللي هي للميثود ديليت، نعطيها مثلا element x نفرض 20، ونعطيها list اللي هي سميناها عنا l1. نيجي عنا هون void delete integer x struct node l. هلا شوف شو عملنا هون، عملنا two pointers، سمينا pointer اول p اللي هي حكينا اختصار ل position يعني نود عادية، وفينا كمان temporary node p equals find previous ل x و l. هلا هاي البروسيس اللي هي الطريقه الستيب الموجوده عندنا هون، اللي هي بدنا ندور على previous تبع اكس. اكس عندنا اللي هي قيمتها كم عندنا هون 20، ال اللي هي بالنهايه راح تاشر على مين، على النود الموجوده عندنا هون لينكد ليست اللي هي ال1. فهي راح تعمل هي عمليه السيرش للاليمنت اذا موجود، اف بي موجوده اللي راح يصير عندنا بهاي الحاله انه بنقدر نعملها ديليت. ف P اللي هي find previous ل X، find previous ل X زي ما شفنا الروتين الموجود عندنا، find previous رح نيجي من L، رح يخلي عندنا البوينتر هون، بعدين نشوف النكست لها يساوي 20، لا رح يجي عندنا هون معناها، بعدين نشوف إذا النكست لها 10 رح نرجع هاي النود اللي هي فعليا رح ترجع وتخلي P تأشر عليها. فصارت عندنا P بتأشر على previous تبع النود 20 اللي احنا بدنا نعملها delete. هلا عنا هون بعدين بنعمل تشيك، بنحكي if p عفوا if not is last ل عفوا if not is last ل p باللينكد ليست l. بدنا نفحص اذا p مش اخر نود موجود عندنا باللينكد ليست. اذا p مش اخر نود موجوده، بكل بساطه اللي بدنا نعمله هون انه بنحكي temp equal p.next، بنخلي النكست تبعها يساوي temp. ليش عملنا الخطوة هاي؟ temp هي هاي النود اللي احنا بدنا نعملها فعليا delete. طيب ليش رحنا للprevious؟ ايش الفائدة من الprevious؟ هلا بنشوف، نحكي p.next اذا شلنا هون، جينا هون مباشرة عملنا delete للtemp، شو المشكلة رح تصير عنا؟ ان رح نفقد، رح يصير عنا two linked lists، هاي اللي هي الاولى اللي هي فيها الهيد بتأشر 10، بعدين عنا الداتا اللي فيها 30 والاربعين، هاي رح تضيع. لا لازم نخلي عندنا كونكشن ما بين p وال30. فاللي بنعمل هون temp تساوي اللي هي p next، تمام، temp تساوي p.next، بعدين بنحكي p arrow next يساوي temp arrow next. فزيك انه هاي الكونكشن بده يروح، بده يصير بهذا الشكل، هاي تصير تأشر على ال30 بدل ما هي تأشر فعليا على ال20، بده يصير تأشر على وين؟ على ال30. بعدين شو بنحكي؟ free لا temp. كلمة free لا temp هاي ايش يعني راح تعمل؟ remove the struct، اي struct اللي فيه اللي هو 20 من وين؟ from the memory. اللي راح تعمله بهاي الحالة انه راح تعمل remove لهاي struct من وين؟ من الكمبيوتر memory اللي هي الموجودة هنا. طيب لو نجرب سيناريو تاني، لو سيناريو مثلا بدنا نعمل delete لأول نود، هل في عنا مشكلة؟ المفروض ما في عنا أي مشكلة نهائيا. لو نجرب مثلا نعمل لنفس اللينكد ليست الموجودة عنا هون، نعمل delete للي هي لل 40، فمتخيل انه عفوا هاي اللي هي الهيد، الهيد تأشر اعمل لينكد ليست، عندنا هون 10، عندنا هون 20، نشوف عندنا السيناريو نسميها مثلا L2، بدنا نعمل ديليت لاخر نود موجودة عندنا اللي هي ال20، معناها بدنا نعمل هون نعمل كول للي هي ديليت
20 نشوف شو اللي هي L2. نيجي معناها انه هون بنحكي نعمل 2 struct nodes, 2 pointers, الاول اللي هو P position, الثاني اللي هو بنسميه temp. P تساوي from previous لمين بهاي الحالة؟ اللي هي لل 20 عفوا, sorry, لل 20 على اللينكد ليست هاي. معناها رح نيجي بال find previous لل 20, P رح ترجع تأشر لوين؟ على ال 10. Sorry, هاي اللي هي ال P. P فعليا اللي هي راح تصير تأشر عنا هون. هلا لو نشوف عنا السيناريو بهاي الحالة, السيناريو عنا بهاي الحالة, هل P الموجودة عنا هل هي last, هل هي آخر نود؟ لا. طيب نفرض إذا كانت آخر نود موجودة عنا last, تعرفوا إيش يعني هاي الحالة؟ يعني إنه ال find routine, ال find previous ما كنت لاقيها باللينكد ليست, فراح يرجع آخر شيء, فالنكس تبعها راح يكون null, فهي فعليا مش راح تكون موجودة. نيجي عندنا هون معناها بنحكي temp تساوي p next, هي صارت temp تؤشر على 20, p next تساوي temp next, اها بصير عندنا ال 10 بتأشر وين؟ على النكس تبع ال 20 اللي هي وين؟ راح تصير فعليا تأشر لهون على null, بعدين free لمين؟ للtemp اللي هي ال 20, بتصير عند اللينكد ليست فيها بس الهيد والنود اللي بعدها اللي هي 10.